كابتن محمود، خلينا نبتدي مع حضرتك وماتش الاهلي والاسماعيلي. يعني شايف الامور قبل الماتش بالنسبه للنادي الاسماعيلي، الملعب وازمه الملعب ثم حلها لصالح نادي الاسماعيلي، وان هو مشى زي ما بيقولوا يعني كلام، وان هي ماتش هو بالتالي حقه يختار في بيتو سبورت. ده هيؤثر فنيا بكره على الماتش، ولا شايف الامور دي بتبقى امور اداريه اكتر منها اللعيبه تركز فيها قبل الماتش؟ هو ده المفروض يا كابتن. طبعا دي امور فنيه بتبقى بعيده عن الجهاز الفني، ولكن بس خلينا نتكلم في الطلب اللي كان طلبه النادي الاسماعيلي. اعتقد يعني ده كان حق من حقوقه ان هو يلعب الملعب، يختار الملعب او يختار ملاعب او ياخد رايه في الملعب اللي هيلعب عليه. يمكن هو ده، هي دي كانت وجهه نظر النادي الاسماعيلي. وجهه نظر الجهاز الفني كان ان الاهلي بيلعب باستمرار بغض النظر عن ان هو ده ملعبه الرسمي او مش الرسمي، انما بيلعب باستمرار على الملعب برج العرب فمتعود عليه. فدي هتبقى فيه ميزه للنادي الاهلي. ولكن هي برضه النادي الاهلي نادي كبير، والموقف اللي خده برضه كان موقف كويس من النادي الاهلي، انه قال لك انا العب في اي ملعب. فدي يمكن بتفكرنا برضه يمكن بموقف شبيه قبل كده، توت الدوري ماتش المحله، في الكاس، كان في الكاس، كان في اسكندريه الماتش، كان الماتش في القاهره، كان بس كان مواعيد الماتش كان بالليل، وبعدين النادي الاسماعيلي طلب انه يكون بالنهار عشان خاطر الجمهور بتاعه. والنادي الاهلي وافق ساعتها برضه، وده المفروض يكون يا كابتن بالانديه. يعني المفروض بنشوف الانديه العلاقات اللي بينها، الحاجه اللي تريح جماهير النادي دي وجماهير النادي ده برضه، بحيث ان احنا في الاخر عايزين نتفرج على حاجه كويسه، على ماتش كويس، على مش احنا بس نتفرج عليه كمان. يعني عارف كابتن ان احنا متواجدين خارج مصر وكده، والناس كلها بتتفرج يمكن على الدوري المصري من الدوريات اللي هي بتعمل نسبة مشاهدة كبيرة. دي حاجة حبيت بس أبدأ بيها. فنيا يمكن تملي احنا بنقولها كابتن، ان في اربع أندية، يمكن اهلي، زمالك، مصر، اسماعيلي، المباريات بينهم صعب تتوقع مين يكسب. حتى لو في نادي في الفترة دي ماشي بشكل كويس والنادي التاني يمكن مش في مستواه، ولكن مستوايا ايه النهارده؟ اهلي، زمالك، مصري، اسماعيلي، مستوى الفريق ايه اليوم؟ هو ده اللي بيحدد نتيجه الماتش، انما ما صعب جدا نتوقع مين يكسب. نادي الاسماعيلي يمكن الفتره الاخيره مع الكابتن خالد بدا معاه بشكل كويس، بقى له في حدود يمكن اربع خمس ماتشات ما حققش فوز او حاجه. ف كابتن خالد برضه عايز اخر فوز ماتش بتوجيت في 26 بالظبط. يعني بكره بعد كده في خمس مباريات تقريبا. تعادل وخسر للمقصه، وتعادل مع امبي، وخسر اتحاد الشرطه، وتعادل مع المصري، وتعادل مع سموحه، هزيمه واربع تعادلات. فدي برضه اعتقد انها ممكن تدي دافع للنادي الاسماعيلي. النادي الاهلي برضه يمكن اخر ماتشين، ماتش في الدوري وماتش في بطوله افريقيا، ما حققش فيهم الفوز. عارفين النادي الاهلي طبعا من الانديه هنتكلم فنيا كابتن محمود، لكن انا كنت بتكلم بس على موضوع الملعب ده.